أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ترأس السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض الاجتماع الدوري الأول عن بعد لمجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض الجديدة. وقال الزياني إن الهيئة تبدي اهتماما خاصا بالمشاريع التطويرية الجديدة المعنية بتعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية رائدة تحتضن أيضا صناعة المعارض والمؤتمرات بين دول المنطقة برغم التحديات التي يمر بها. كما واطلع مجلس إدارة الهيئة على آخر التطورات الخاصة بالمشاريع المتعلقة باستراتيجية الساعية إلى استقطاب أكبر عدد من الزوار. أعلن 100 متجر ومؤسسة تجزئة مشاركتهم في معرض البحرين الأول للتسوق الرقمي الذي يقام في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل برعاية سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وتوقعت شركة هوميز التي تنظم المعرض الأول من نوعه في مملكة البحرين أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 150 مشاركا قبل إغلاق التسجيل في 31 من شهر يوليو الجاري، وأن يستقبل المعرض 50,000 زائر يوميا. ويعيد المعرض تجربة ومزايا معارض التسوق الشعبية التي تنظم في مملكة البحرين سنويا. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1818 من أدونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التفاصيل في العرض التالي. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. أمازون تعلن توفير 1000 وظيفة جديدة في إيرلندا بعد ارتفاع الطلب على الخدمات السحابية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم. ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1281 نقطة بانخفاض بنسبة 16%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 6,400,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 815,000 دينار تم تنفيذها من خلال 105 صفقات.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إقلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت أغلبها على ارتفاع، وتصدرت الارتفاعات بورصة الكويت التي أقفلت على ارتفاع بنسبة نقطة ونصف النقطة المئوية تقريباً. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الثاني من العام 2020، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. إليكم مشاهدين أبرز ما جاء في التقرير. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا خسارة بلغت 16 مليون و400 ألف دينار للربع الثاني من العام 2020، أي بزيادة سنوية بلغت 392%. وقد أبلغت الشركة عن خسارة أساسية مخفضة للسهم الواحد بقيمة 12 فلسًا. وبالنسبة للنصف الأول من العام 2020 أعلنت الشركة عن خسارة بقيمة 10 ملايين و600 ألف دينار، أي بانخفاض بلغ 44% على أساس سنوي، حيث أدى الانتشار العالمي لفيروس كورونا إلى تمركز الخطط الاستراتيجية للحكومات حول السيطرة على انتشار الفيروس، إذ تم تعليق حركة الطيران والخدمات العامة والحد من الأنشطة الصناعية. وكانت السلع الأساسية هي الأكثر تضرراً، كما طال الضرر أيضاً سلسلة توريد الألمنيوم. قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إن الحظر الذي يهدد منطقة اليورو بسبب فيروس كورونا لم ينتهي بعد، مضيفا أنه يتوقع ألا يكون هناك حاجة لإجراء أي تعديلات على برنامج البنك الضخم لشراء الأصول. ولمواجهة أسوأ انهيار اقتصادي توعيه الذاكرة، يشتري البنك دينا من خلال برنامج مشتريات طارئ للجائحة بقيمة تريليون و350 مليار يورو، ويدفع للبنوك أموالا لتقديم قروض من سيولتها، فيما يحاول حماية اقتصاد التكتل من تداعيات فيروس كورونا. قفزت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها عند 10,000 دولار خلال آخر التعاملات لأول مرة منذ أوائل شهر يونيو الماضي، بعد تحركات حافتة أو خافتة نسبيا في الأسعار مؤخرا. ويأتي أداء العملة الافتراضية بالتزامن مع تحركات على نطاق أوسع داخل الأسواق العالمية، حيث صعد الذهب إلى أعلى مستوى له في تاريخه، في حين خيمت الخسائر على أسواق الأصول الخطيرة مثل الأسهم وسط تزايد القلق بين صفوف المستثمرين على خلفية تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة للمخاوف المتعلقة بالفيروس. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أعلنت شركة أمازون أنها ستوفر 1000 وظيفة جديدة في إيرلندا، وستفتح مجمعا جديدا في العاصمة دبلن بعد أن زاد الطلب على الخدمات السحابية. وتشمل الوظائف الجديدة مهندسين ومتخصصين في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة ومديري برامج ومديري حسابات. ويتم أيضا تعيين مناصب الإدارة الفنية والقيادات العليا في كل من شركتي أمازون وشركة أمازون ويب سيرفيسز.